عايز اختم طبعا بلقاء هام جدا طبعا مع كابتن احمد السلاوي، واحد نجوم فريق النادي الاهلي. ببارك لك طبعا، ويمكن بنختم معاك اللقاءات هنا في صاله اكتوبر. بطوله مهمه ودخلت دولاب بطولات النادي الاهلي، لكن عندكم صعوبات الفتره اللي فاتت، كان عندنا بعض الاصابات بعض الاجهادات. يعني احكي لنا الكواليس يا احمد، للناس مش عارفه ان فرقه باسكت بتعاني بايه. والله الحمد لله رب العالمين، طبعا اهم حاجه على المكسب. يعني اديك شفت الحمد لله الروح النهارده كانت عامله ازاي، الفرقه كلها كانت مصممه. احب اشكر برضو كابتن محمود الخطيب اللي اتصل بينا امبارح كلنا، وكابتن عمرو فاروق مع الوزير عمرو فاروق اللي جانا الاوتيل امبارح عمل معانا محاضره، كانت محاضره تحفيزيه كبيره جدا لينا. الحمد لله الحمد لله الكاس ده كان غايب عن النادي بقاله 5 6 سنين، فكان مهم جدا ان احنا نكسبه. مهم جدا ان فرقه سبورتنج ده كان هيبقى سادس ليها كاس على التوالي، 4 فاينل مع الاهلي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وقدرنا نحقق الفوز النهارده. طبعا على الصعوبات، يعني النهارده ابو النصر سبرين، جمال ركبته، انا خلفيه، مودي الجرحي، اكيلس، الغنام بقاله 2 شهر ديسك. فلما يكون عندك 5 لعيبه بالاضافه طبعا لكابتن مهند صباغ، يعني الف سواء ربنا يشفيه يعني ويعافيه، رباط صليبي، فلما عندك 6 من 13 لعيبه او 14 لعيب ده حاجه صعبه جدا. واحب ابارك طبعا لكابتن احمد الجرح وكابتن علي هاشم، انا عارف هم في الاستوديو، اقول لهم يعني يا ريتكم كنتوا معانا، بس انتوا منورين شاشه قناه الاهلي. حبيبك يا